رأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالوزارات المعنية. وانضم إلى الاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والملابس والصناعات الهندسية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن ملف طلبات التصالح أعطى انطباعا جيدا لتفهم المواطن بهذا الشأن، والذي يخدمه أيضا في المقام الأول. وأضاف مدبولي خلال كلمته بمؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أنه تقدم حتى الآن 1,400,000 مواطن لطلبات التصالح، لافتا إلى أنه يتابع يوميا حجم الإقبال من المواطنين على طلبات التصالح. وأشار إلى فتح منافذ جديدة للقى طلبات التصالح لتلقي أكبر قدر من الطلبات لرغبة المواطن، وانتهاز الفرصة لتقنين أوضاعهم. وتقدم بالشكر للمواطنين الذين تقدموا بقانون التصالح، والذين أسرعوا بتقديم طلباتهم لتقنين أوضاعهم بهذا الشأن. ودعا المواطنون لسرعة تقديم أوراق التصالح، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتقديم المدة الخاصة بالتصالح إلى شهر آخر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين. وأعلن عن مد فترة التصالح شهرا آخر لتكون في 30 أكتوبر، موضحا لو لقينا رغبة من المواطنين هننظر في إمكانية مد مرة أخرى. وأكد أنه كلما تقدم المواطنون بتقديم الأوراق المطلوبة الخاصة بالتصالح، كلما قامت الحكومة بالتقنين السريع للوضع وعدم وجود ضغط على المواطنين. وقال إنه استعرض من الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس موقف الأداء المالي للدولة خلال الشهرين الماضيين، وكيفية التحرك كدولة في العام المالي الحالي حتى منتصف يونيو 21. وأضاف: عرضنا موقف الدولة المصرية والمؤشرات الخاصة ليوليو وأغسطس، مؤكدا أن هناك نسبة نمو وتحسنا كبيرا على الرغم من التحديات التي نواجهها بسبب أزمة كورونا. وأشار إلى أن الشهرين الحاليين أفضل من يوليو وأغسطس في عام 2019، على الرغم أنه لم يكن هناك تحد وقتها. وتابع: النمو الاقتصادي له مردود إيجابي في الاقتصاد المصري، والعالم كله يرى اقتصادنا المصري، ومصر من الدول القليلة التي استطاعت وما زالت تؤدي أداء قويا، والاقتصاد ينمو نموا إيجابيا ملحوظا. وقال إنه سيكون لكل عقار ووحدة سكنية في مصر رقم قومي، وسيتم ذلك قبل حلول 2021 استكمال هذه المنظومة بالكامل. وأضاف أن منظومة ووجود رقم قومي لكل عقار ووحدة سكنية سيكون نتيجتها تنظيم حركة البيع والشراء للعقارات المصرية. وأشار إلى هذه المنظومة ستضمن للمواطن أن أي عقار يشتريه يكون رسميا ومقننا، وتكون عملية تداول البيع وشراء الوحدات العقارية سواء تجاري سكني صناعي بطريقة قانونية مطمئنة للمشتري. وأكد أن المنظومة الجديدة ستساعد على حماية الأصول العقارية للمواطن والحفاظ على الحقوق والالتزامات في منظومة الشراء والبيع للوحدات العقارية. وقال إنه سيجري الإعلان عن الاشتراطات الترخيصية في كل المدن خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن المواطنين سيستفيدون من الأراضي أو أي عقارات كانوا قد شرعوا في بنائها ليستأنف مرة أخرى هذا النشاط. وتابع: إننا ننظر أيضا إلى البعد الاجتماعي في الريف، وتوجه الحكومة الآن هو رفض البناء على الأرض الزراعية وتشجيع البناء الرأسي حفاظا على الرقعة الزراعية المصرية. وأكد أنه سيكون هناك اشتراطات موحدة على جميع القرى المصرية.